من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول تفسير وشأن سورة انا انزلناه في ليلة القدر والتي عقد لها الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي بابا اسماه باب في شأن انا انزلناه في ليلة القدر وتفسيرها الحديث السابع من احاديث هذا الباب عن الامام الباقر عليه الصلاة والسلام أو الإمام الجواد، لأن الراوي لهذا الحديث يرويه عن الإمام الجواد، والإمام الجواد يروي عن جده الإمام الباقر، فلعل المراد من أبي جعفر في هذا الحديث الإمام الباقر أو الإمام الجواد، ولا فرق في ذلك لأنهم نور واحد في هذا الحديث وهو حديث مفصل الإمام الباقر أو الجواد يبين مجموعة من الحقائق المرتبطة بليلة القدر عن أبي جعفر عليه السلام قال لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا، ولقد خلق فيها أول نبي يكون، وأول وصي يكون، ولقد قضى أن يكون في كل ليلة، أن يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة. من جحد ذلك فقد رد على الله عز وجل علمه لأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدثون إلا أن تكون عليهم حجة بما تأتيهم في تلك الليلة مع الحجة التي يأتيهم بها جبرائيل إلى آخر الحديث الشريف الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، فهو قادر على أن يخلق ويدبر بدون أن يجعل الأسباب، أن يخلق كل إنسان من العدم مباشرة مثلا. الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك لكن حكمته اقتضت ان يقدر اسبابا وان يخلق وان يدبر بتلك الاسباب يعني الله سبحانه وتعالى خلق ادم من اي شيء من طين كان قد خلق ذلك الطين ثم سواه بقدرته بشكل انسان ثم نفخ فيه من روحه مع انه قادر على ان يخلق الانسان فجاه من العدم بدون ان تكون له ماده سابقه وكذلك خلق حواء من فاضل طين ادم يعني الطين الذي خلق منه آدم من بقاياه الله سبحانه وتعالى خلق حواء وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كما في الآية الشريفة بعد ذلك الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلق إنسانا يخلقه لكن عبر الأبوين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. استثناء إنسان واحد هو عيسى عليه الصلاة والسلام من بعد آدم وحواء خلقه من غير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلذلك الله سبحانه وتعالى قدرته غير محدود بان يخلق عبر الاسباب فقط، لكن مشيئته اقتضت وحكمته اقتضت ان يجعل الاسباب. جعل لكل شيء سببا. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يقدر الامور ويقضي دفعه واحده لكل الامور لكن مشيئته اقتضت ان يكون كما قال كل يوم هو في شان كما ان الله سبحانه وتعالى في كل يوم له افعال كثيره من احياء واماته ورزق وتدبير وما الى ذلك كذلك له في كل يوم تقديرات جديدة، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل الأفعال كلها دفعة واحدة، أن يخلق الخلق، وأن يدبر الأمر دفعة واحدة، وأن يقدر ويقضي دفعة واحدة، لكن الحكمة اقتضت أن يكون ذلك بالتدريج. لذا الايات الشريفه تشير الى انه خلق السماوات والارض في سته ايام لماذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام هل كان يحتاج الى ذلك كما زعمت اليهود ان الله سبحانه وتعالى خلق في سته ايام ثم استلقى ليستريح والعياذ بالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كلا ليس الامر بحاجه الى مراحل في قدره الله سبحانه وتعالى لكن الحكمه اقتضت ان يكون الامر متدرجا وهكذا في عامه الامور الله سبحانه وتعالى خلق ادم انسانا كاملا بدون ان يمر بمرحله الطفوله لان الحكمه اقتضت ان يكون خلق ادم كذلك لكن بالنسبه الى سائر الناس لا يولد طفلا ثم بالتدريج ينمو جسمه وعقله الله سبحانه وتعالى قادر ان يركب العقل لحظه الولاده بل ما قبل الولاده كما فعل بالنسبه الى الانبياء والاوصياء عيسى عليه الصلاه والسلام اول ما ولد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية الشريفة لكن هذه حالة استثنائية القاعدة التدريج كما في فعل الله كما ذكرنا في تقديرات الله سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى يقدر في كل سنة في ليلة القدر تقديرات تلك السنة. هذه التقديرات لا تحدد قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني الله يقدر لكن الذي قدر قادر بان يغير ذلك التقدير. بلا تشبيه نذكر مثالا للتوضيح. الرئيس مثلا يصدر قرارا لكي ينفذ هذا القرار بعد ستة اشهر. بعد تسعة أشهر قادر أن يلغي هذا القرار كما أصدر هذا القرار قادر على أن يلغيه الله سبحانه وتعالى حينما يقدر قادر على تغيير ذلك التقدير ذلك التقدير لا يحدد قدرة الله سبحانه وتعالى لا كما قالت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ماذا زعموا؟ زعموا ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم والعياذ بالله حسب ما يزعمون انتهى دوره هسه ما يقدر يغير كلا الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والارض. كما قدر يتمكن من تغيير ذلك التقدير وقد غيره مثلا في قضيه قوم يونس الله سبحانه وتعالى قدر عليهم العذاب لكن لما تضرعوا الله سبحانه وتعالى انجاهم من العذاب فلولا كانت قريه امنت فنفع ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا الله سبحانه وتعالى ماذا فعل بهم أزاح العذاب عنهم ومتعهم إلى حين وهذا هو البداء البداء شنو معنى البداء أن الله سبحانه وتعالى يقدر تقديرا لمصلحة في ذلك التقدير ثم بعد ذلك يغير ذلك التقدير لأن التقدير لا يحدد قدرة الله سبحانه وتعالى وهو عالم من الازل بالتقدير وبتغيير ذلك التقدير كالنسخ النسخ في الاحكام والبداء في التكوينيات الله سبحانه وتعالى انزل احكاما ثم بعد ذلك نسخ تلك الاحكام هو من الازل يعلم بتلك الاحكام ويعلم بنسخها. لماذا انزل تلك الاحكام؟ لمصلحه. لماذا نسخ تلك الاحكام؟ لمصلحه ثانيه. ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. الله سبحانه وتعالى هو يعلم بان قوم يونس يستحقون العذاب فيقدر ذلك العذاب ويعلم بأنهم سيتوبون ويعلم بأنه سيغير ذلك التقدير لكنه يقدر ثم لما تابوا وتضرعوا الله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير زي. نرجع إلى كلامنا الله سبحانه وتعالى خلق آدم اول انسان طبعا قبل ادم عليه السلام في هذه الكره الارضيه الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات اخرى وليس مجرد حيوانات لا مخلوقات تعقل الحديث الشريف قبل ادمكم هذا الف ادم الالف يراد به المبالغه يعني الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة وكانت عاقلة ومكلفة، لذلك لما أفسدت، الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة فأبادوهم، وبعد ذلك لما أخبر الملائكة بأنه يريد ان يخلق ادم ماذا قالوا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. علموا بان الانسان ايضا يفسد كما ان الناس الذين كما ان المخلوقات الذين كانوا قبل الانسان وفي بعض الاحاديث يعبر عنهم بالنسناس هؤلاء كانوا قد افسدوا بحيث أن, ان الله سبحانه وتعالى امر بابادتهم. اللهم لم ينفي كلامهم. كلام الملائكه. اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نطهر الارض من لوث المعاصي والعصاة. الله لم يقل كلامكم خطا وانما قال قال اني اعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا تعلمون، صحيح بعض الناس او كثير من الناس يفسدون في الارض، لكن الله سبحانه وتعالى خلق محمدا وال محمد وخلق الانبياء والاوصياء والمؤمنين لاجل محمد وال محمد ومن بعدهم الانبياء. والاوصياء والمؤمنين الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لان البعض يفسد هذا لا يكون دليلا كافيا لان لا يخلق الانبياء والاوصياء والمؤمنين مثل الزارع الذي يزرع الحنطه ويسقي الزرع بجنب هذا الزرع قد يكون هناك بعض الحشائش والاعلاف الغير نافعه او المضره لاجل ان لا يسقي تلك الاعلاف هذا ليس بصحيح ان لا يسقي لا يسقي هذه المزرعه او ان لا يزرع لان بعض الاعلاف تنمو مع هذه الثمار. نعم يعالج تلك الاعلاف والحشائش والله سبحانه وتعالى مهل الكافرين ومعالجته لامرهم بان يعذبهم في الدنيا والاخره في البرزخ بل احيانا في الحياه الدنيا وفي الاخره العذاب الاتم الاوفى ثم يجزاه الجزاء الاوفى فالله سبحانه وتعالى حينما خلق ادم اول انسان على وجه هذه البسيطه قدر معه ليله القدر بحيث ان الملائكه تنزل على ادم بالتقديرات خلال السنه القادمه الله هو قادر على ان يقدر الامور بدون اسباب مسببات ينفذها لكن الحكمه اقتضت ان تكون هناك مدبرات هؤلاء ملائكة يدبرون الأمور بإذن من الله سبحانه وتعالى والمصلحة اقتضت أن يكون وليه في الأرض من نبي أو وصي نبي يكون الواسطة في الفيض كما هو الواسطة في التشريع النبي واسطة في التشريع الله سبحانه وتعالى يوحي الى رسله ما يشاء والرسل يبينون للناس يعني اتخذ الرسل واسطه في التبليغ مع كمال قدرته بان يوحي الى كل انسان مباشره كما فعل ذلك بالنسبه الى بعض الحيوانات او الى جميعها واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الله سبحانه وتعالى جعل في كل نحله نحله هذه الغريزه اوحى اليها الطريقه التي تسير عليها في حياتها لكن بالنسبه للانسان الله سبحانه وتعالى جعل واسطه في التشريع هم الانبياء وكذلك في التكوين الله سبحانه وتعالى يريد ان يفيض الخيرات والبركات على اهل هذا العالم بواسطه وليه ادم عليه الصلاه والسلام، ومن بعد ادم اوصياء ادم الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله، ومن بعد رسول الله محمد الاوصياء من ال البيت عليهم الصلاه والسلام وهم الائمه، وفي احاديث متواتره ان الله سبحانه وتعالى من اول انسان جعل الحجه فيه ادم نبي والى يوم يرث الله الارض ومن عليها يكون هناك حجه لله معصوم اما نبي او وصي نبي طبعا قبل رسول الله محمد صلى الله عليه واله الانبياء كان لهم اوصياء، والاوصياء قد يكونوا انبياء ايضا. يعني احيانا الوصي يكون نبيا، واحيانا الوصي لا يكون نبيا، وغالبا ما كان يكون نبيا. يعني ادم اول حجة لله. هو نبي. ووصيه شيث، هبة الله شيث. وصي ادم. وصي ادم كان وصيا لادم وكان نبيا. وهكذا بين نبي ووصي الى زمان عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. من بعد عيسى صارت فتره من الرسل. يعني رسل ما كان موجودين. لكن هذا لا يعني عدم وجود انبياء. بل من بعض الاحاديث يستفاد انه كان هناك نبي بين عيسى عليه السلام مو رسول لان هي فتره من الرسل وبين محمد صلى الله عليه واله لكن بشكل عام اوصياء عيسى لم يكونوا انبياء بعد عيسى شمعون الصفا وهكذا من بعد شمعون الصفا وصي الى وصي الى وصي الى اخر الاوصياء وهو ابو طالب عليه السلام كان وصيا لعيسى فسلم ودائع النبوه لرسول الله محمد صلى الله عليه واله ومن بعد رسول الله محمد استمرت الوصايه لكن بدون نبوه انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي فاذا الله خلق ادم وجعله الواسطه في التشريع والواسطه في الفيض ولذلك في ليله القدر كانت الملائكه تنزل على ادم يعني الله سبحانه وتعالى قدر ليله القدر من اليوم الذي خلق فيه ادم يعني كما جعله نبيا كذلك قدر ليلة القدر فكان يوحي إلى آدم بالتقديرات وآدم له دور فيها حس كيفية هذا الدور ذاك بحث آخر مثل ما الملائكة الآن يدبرون أمر هذا العالم كيف يدبرون؟ نحن لا طريق لنا لمعرفته إلا عن طريق الروايات لأن هذه من الغيب الذي لا طريق لنا إلى معرفته وإنما ننتظر ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله والأوصياء من بعد الرسول أخذا من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله فالمقدار الذي بينوا في ذلك نعلمه لكن التفاصيل التي لم يبينوها لا نعلمها زين. يقول الإمام الباقر أو الإمام الجواد عليهما السلام: "لقد خلق الله عزّ ذكر... جلّ ذكره". يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، اسم الله أجل من أن يكون فيه نقص. خلق الله جلّ ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا. أول ما خلق الدنيا. المقصود من الدنيا هنا أول ما خلق آدم، ليس المقصود ما قبل آدم. حسب ما يظهر من هذا الحديث الشريف. ولقد خلق فيها يعني في ليلة القدر أول نبي يكون. يعني آدم حينما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه في ليلة القدر. المقصود من خلقه يعني نفخ الروح فيه. وإلا كتمثال في بعض الأحاديث ذكر أن, إن الله سبحانه وتعالى بيد قدرته خلق تمثال آدم من طين أربعين عاما فكانت الملائكة تمر عليه وتراه وتتساءل لما خلق هذا فحسب هذا الحديث نفخ الروح فيه كان في ليلة القدر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي اراد التكوين والتشريع يكون معا ولقد خلق فيها اول نبي يكون واول وصي يكون يعني هبه الله شيث ولو انه ولد بعد خلق ادم بسنوات طويله لان ادم فتره كان في الجنه وبعد ان اهبط الى الارض ولد له هابيل وقابيل إلى أن كبر وقتل قابيل هابيل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقب فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إلى أن يقول سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى رزق ادم بشيث وسماه هبة الله. هذا هو كان النبي والوصي من بعد ادم عليه الصلاه والسلام. فهذا الحديث يدل على ان الله سبحانه وتعالى خلقه في ليله القدر هسه اما ان عقاد نطفته كانت في ليله القدر او بمعنى ان ولادته كانت في ليله القدر او معنى اخر لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين ارتباط التقديرات التكوينيه مع حججه سواء كان هذا الحجه نبي نبيا او كان وصيا وأول وصي يكون ولقد قضى قضاء الله سبحانه وتعالى يعني حكم الله القضاء عندنا قضاء وقدر شنو هو القضاء والقدر القضاء يعني حكم الله قد يكون حكما تشريعيا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه يعني شنو هو قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه يعني حكم حكما تشريعيا بأنه لا يجوز لكم الشرك وقد يكون حكما تكوينيا كقوله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني شنو فقضاهن سبع سماوات؟ يعني حكم حكما تكوينيا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وايضا يتمكن من ان يجعله في مراحل. فقضاهن سبع سماوات يعني حكم حكما تكوينيا بان تكون هذه السماوات كانت واحده ان تكون سبع سماوات ولقد قضى يعني قضاء الله سبحانه وتعالى ان يكون في كل سنه ليله يهبط فيها بتفسير الامور الى مثلها يعني الله سبحانه وتعالى يهبط الملائكه بان بالتقديرات على رسوله الله سبحانه وتعالى قادر ان يوحي ذلك الى رسوله او الى نبيه او الى وصي النبي مباشره لكن الحكمه قد تقتضي ان يكون عبر الملك وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء تارة يكلمه مباشرة كما كلم موسى وكلم الله موسى تكليما تارة يوحي اليه مباشرة وتارة يرسل رسول جبرائيل مثلا ان يكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الامور الى مثلها من السنة المقبلة التقديرات التي هذه التقديرات تكون خلال السنه القادمه من جحد ذلك فقد رد على الله عز وجل علمه لان الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سوره القدر وبين ذلك في سوره الدخان فاذا واحد ينكر ليله القدر فقد انكر القران الكريم وقد انكر ما قاله الله سبحانه وتعالى فقد رد على الله عز وجل علمه رد علم الله سبحانه وتعالى يعني رافض وعدم قبول ما بينه الله سبحانه وتعالى وأما سائر الحديث فنتركه إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين